للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المختص بالشأن الفلسطيني الأستاذ صلاح الدين العواودة. أستاذ صلاح، بداية مرحبا بك. مصادر صحفية قالت إن الاحتلال الصهيوني يقوم باتصالات غير مباشرة مع حركة حماس لتحريك صفقة تبادل الأسرى. بداية، كيف تقرأ توقيت هذه الاتصالات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، ليس جديدا أن هناك اتصالات. هناك دائما حرص لدى العدو الصهيوني أن يجري اتصالات بشأن أسراه من خلال المبعوثين الدوليين كطرح للموضوع ليبقى هناك قناة اتصال، لأن قطع قناة الاتصال مع حركة حماس أو أي طرف آخر يتعلق بموضوع الأسرى يعتبر بالنسبة للاحتلال يعني فقدان طرف خيط، أو قد يؤدي إلى نسيان الملف تماما. وبالتالي هناك مكتب مكلف من الحكومة الإسرائيلية لإبقاء الاتصالات بشكل دائم، هناك مبعوث مكلف دائما من رئيس الحكومة لمتابعة هذا الأمر، ومتابعة هذا الأمر يتم في عدة مستويات، أهمها التعامل مع وسطاء طرف ثالث لإبقاء الاتصال قائما حتى يتم الوصول إلى صفقة في الوقت الذي تنضج فيه الظروف. لكن إجراء اتصالات في هذه المرحلة لا يوجد له أي دلالة نهائيا زيادة عن هذا العرف أو هذا الشيء الروتيني بما يتعلق بالأسرى. ففترة قبيل الانتخابات ومنذ بدء الحملة الانتخابية لا يسمح الظرف السياسي لدى إسرائيل للمفاوضات وللمزايدات المتبادلة، وموضوع الأسرى تحديدا موضوع حساس جدا، قد يسقط حكومة وقد يقيم حكومة جديدة، وبالتالي ليس مناسبا لإسرائيل الآن الحديث عن صفقة أسرى، ولكن في إطار الجهود الاعتيادية لإبقاء القناة قناة الاتصال القائمة يتم دائما جص النبض ومعرفة إذا ما كان هناك إمكانية للتقدم في هذا الملف. هناك عمليات توغل قام بها الجيش الصهيوني، كل مرة يقوم بهذه العمليات تفشل في كل مرة. إلى مدى يعني هذه الاتصالات ربما تكون أو كانت أحد أسباب فتح الاتصالات؟ أعتقد أن هذه مسارات متوازية، يعني لا يتوقف مسار منها بسبب الآخر ولا يلغي أحدها الآخر. لدى الاحتلال وكما هو يصرح بالمناسبة أنه يعمل لإعادة الأسرى بطرق مختلفة، فأحد الطرق هو من خلال مبعوثين دوليين ووساطات للحصول على الأسرى مجانا في الحقيقة، يعني وليس لعقد صفقة محترمة كما ترغب المقاومة. لكن الطرق الأخرى هي طرق استخبارية وطرق إعلامية وطرق عسكرية. عندما يكون لديه طرف خيط هو سيذهب وراء هذا الخيط، سواء كان في المستوى السياسي أو المستوى الاستخباراتي أو المستوى العسكري. العملية الأخيرة في غزة وفي خان يونس تحديدا كانت كثير من المؤشرات تدل على أنها هدفت بالأساس إلى الوصول إلى معلومات تتعلق بالأسرى الموجودين في قطاع غزة، تجسس، اختراق منظومة الاتصالات، كل هدفها كان الوصول إلى معلومات تتعلق بالمفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة. هل لهذه الاتصالات علاقة بمكاسب انتخابية؟ الإعلان هنا قد يكون الإجابة نعم، أن وجود اتصالات والحديث عن الأمر في الإعلام قد يخدم الكيان الآن، قد يخدم الحكومة الحالية، لأن هناك فعلا احتجاجات يعني لدى أهالي الجنود المحتجزين يطالبون بأن يكون هذا الملف على برنامج الأحزاب المتنافسة في الانتخابات، وبالتالي قد يكون فرصة يعني للحكومة أو إيجابية أو مصلحة للحكومة الآن لحكومة نتنياهو بأن تثير هذا الأمر، لكن أن يكون هناك مفاوضات وأن يكون هناك صفقة فهذا مستبعد تماما. إلى أي مدى ترى أن مقومات القوة في المفاوضات السابقة حاضرة الآن مع التغييرات الكبيرة في المشهد الإقليمي والدولي؟ أعتقد أن ملف الأسرى تحديدا العوامل الداخلية تحكم أكثر من أي عوامل خارجية. العوامل الخارجية قد تساعد وتهيئ الأجواء لإنجاز صفقة في ظروف أسرع أو أحسن أو أسوأ في المقابل، لكن
حقيقة الصفقة وجوهر الصفقة مرتبطة بعوامل داخلية، مرتبطة بما لدى المقاومة من أسرى، بوضع هؤلاء الأسرى الصحي وهل هم أحياء أم أموات من جهة، والإعلان عنهم، يعني عدم معرفة الجنود خصوصا حالة هدر جولدن وشاول أرون، عدم معرفة وضعهم الصحي هل هم أحياء أم أموات، هذا يخدم حكومة الاحتلال وخصوصا أنها أعلنت أنهم أموات، وبالتالي لا يوجد ضغط شعبي على الحكومة لإجراء صفقة. من ناحية أخرى الاحتلال قام بكثير من الإجراءات بعد صفقة وفاء الأحرار عام 2011، تمنع الدخول في مفاوضات بالطريقة الماضية لا سيما في ظل إخفاء مصير الجنود، وبالتالي هذه العوامل الداخلية أهم من العوامل الخارجية، فإذا ما توافرت الظروف الداخلية لدى المقاومة من جهة ولدى الاحتلال من جهة أخرى سيتم التغلب على الظروف الإقليمية. من اسطنبول المختص بالشأن الفلسطيني الأستاذ صلاح الدين العواودة، شكرا جزيلا لك.